بص بقى يا حبايبي، النهارده الوصفه بتاعتنا هحتاج فيها الفازلين والملح. الفازلين والملح دول ما عندكيش فكره انت هتستفادي بيهم قد ايه، مش هتستغني عنهم مدى حياتك. انا هقول لك النهارده على حاجات حلوه جدا وفوائد جميله جدا للفازلين والملح. هبدا دلوقتي اعمل معاكم الخلطه الجميله دي اللي بجد مش هتستغني عنها. بس ما تنسوش حبايبي بقى حطي لايك للفيديو وكمان شير الفيديو لاصحابك وكومنت حلو. اول حاجه انا معايا الطبق اللي انتوا شايفينه ده، هبدأ اخد فيه معلقة صغيرة من الملح، مش كتير، تمام؟ اهي معلقة صغيرة خالص من الملح، وهبدأ اضيف عليها معلقة صغيرة برضو من الفازلين الطبي، تمام؟ وهقولك دلوقتي كل حاجة لإيه، بس ركزي معايا عشان يعني انا هعمل النهاردة حاجتين الاتنين احسن من بعض. انا كده ضفت الملح وضفت الفازلين، هضيف ايه كمان بقى عليه؟ هضيف معايا هنا نص معلقة صغيرة من القرفة او الدارسين، تمام؟ اهو، وهبدأ اخلطهم بالشكل ده. طبعا انا هقول لكم دلوقتي الخلطة دي بقى لإيه. الخلطة دي طبعا كلكم في فصل الشتاء يعني الاغلبية الشفايف بتتشقق من السقعة، وفي بنات الشفايف عندها بتتعور. طب انتي ليه توصلي شفايفك لكده؟ لأ، اعملي بقى الخلطة دي زي ما انت شايفة كده اهو، وهتيجي بقى على الشفايف الاول اعملي كمادات مية سخنة، يعني جيبي قطنة او منديل وحطي المنديل في مية سخنة ومشي على الشفايف كده عشان تطريها، وبعد كده هتاخدي مسحة صغيرة من الخلطة دي، ممكن تعبيها في علبة صغيرة على فكرة هتكفيكي كتير، وتمسحي بيها على الشفايف وتسيبيها لمدة 10 دقايق. بعد كده بقى اغسلي شفايفك، هتشوفي شفايفك هتلاقيها طرية جدا جدا. ده اول حاجة، انا مش هطول الفيديو وهنتكلم بسرعة، تمام؟ طيب تاني حاجة بقى برضو حلوة جدا هنستخدم فيها الملح والفازلين برضو، بس هنجيب طبق تاني كده او البرام ده، وهبدأ اخد معايا برضو اهو، نشيل دي معايا هنا بقى نص معلقة برضو من الملح، تمام؟ هضيف على نص معلقة الملح دي اي نوع معجون عندك، اي نوع معجون انت بتستخدميه، تمام؟ بس يفضل يكون بالنعناع. انا هاخد قطعة صغيرة قوي كده وهقولك برضو ديت لايه اهو، تمام؟ وهضيف عليها برضو معلقة صغيرة من الفازلين. الفازلين والملح اساسي النهاردة في الوصفة دي اهو. هقول لك بقى دي برضو لايه، بجد انت مش هتندمي لما تستخدمي الوصفتين اللي انا عملتهم لك دول، رهيبه جدا جدا. هبدا اقلب كده اهو عشان اخلط الملح مع المكونات. بصوا بقى الخلطه دي بقى هستخدمها لكذا حاجه، كذا حاجه هنستخدمها ليها. اول حاجه استخدميها يعني للاكواع، الناس اللي بيبقى عندها اسمرار في الاكواع دي بقى رهيبه جدا. في ناس لما بتبقى قاعده راكزه كده بالكوع بيبقى عندها اسمرار وخشونه، خاصه في فصل الشتاء بيبقى الجلد مشدود وناشف قوي. خدي مسحه منها ودهني بيها الكوع، هتشوفي بقى نتيجه رهيبه جدا، بتنعم الكوع وبتدي تفتيح كمان. ده بالنسبه للكوع. ممكن تستخدميها برضو للركب، الناس اللي برضو بيبقى عندها اسمرار في الركب تحفه جدا جدا جدا. لكعب الرجل برضو رهيبه، ادهني بيها كعب الرجل، بس لما تعمليها عند كعب رجلك اغسلي الاول رجليكي وحطيها في ميه سخنه تكون يعني طري الجلد على قد ما تقدري قبل ما تحطي عليها الخلطه دي، وبعد كده ادهني بيها بقى كعب رجلك. اتفرجي بقى على الحلاوه والجمال، بتخلي كعب الرجل جميل جدا وناعم. في فصل الشتاء بيحصل تشققات كتير قوي في الاماكن دي بالذات، لكن ما تستخدمهاش على بشرتك، استخدميها زي ما قلت كده على الكوع على الركب على كعب الرجل، تمام؟ والخلطة الاولى اللي احنا عملناها دي هنستخدمها على الشفايف. ده كان الفيديو حبايب قلبي النهاردة بتاعي، الوصفة النهاردة بجد حلوة جدا جدا جدا. انا عايزاكم بقى تشجعوني بكومنت حلو ولايك، عايزين لايك كتير قوي للفيديو ده عشان يوصل البنات تشوفه وتستفاد بيه ان شاء الله. هستنى منكم كومنتات كتير ولايك كتير. يلا اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير جديدة مع جيجي كل حياتي. باي باي.